فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وكان من نتيجة ذلك أن النصارى ما رعوها حق رعايتها، لأنهم عجزوا عنها لصعوبتها، فهم تركوها من أجل أنهم لم يطيقوها في لم يطيقوا الاستمرار عليها. وهذا شأن التشدد، صاحبه لا يستمر بل ينقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إلى غير ذلك من الأدلة دالة على التوسط والاعتدال بين الجفاء والإعراض كحال الذين قست قلوبهم، وبين التشدد والإفراط كحالة النصارى في رهبانيتهم. فنحن نتوسط، وهذا الدين وسط ولله الحمد، والأمة وسط، وأهل السنة والجماعة وسط، والوسط هو الاعتدال بين طرفين، طرفي الإفراط والتفريط. وكان أيضا من نتيجة ذلك أنهم اعتزلوا الناس وصاروا في الديارات، جمع دير، بالديارات جمع دير، والصوامع جمع صومعة، وهذه للنصارى أمكنة يبنيها النصارى للخلوة فيها والانقطاع عن الناس والاعتزال عن الناس، وهذا تشدد يشق على النفس. والإنسان لا يستغني عن الناس، لا يستغني عن أهله وعن زوجته وعن أولاده وعن جيرانه وعن إخوانه، ولا يعيش وحده ويزعم أن هذا من العبادة، فإن الله لا يرضى بذلك، بل ربما يكون هذا من الشذوذ، ويتسلط الشيطان على المنفرد ويبتعد عن الجماعة. فالمسلم يكون مع الجماعة، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا جفاء. هذا هو دين الإسلام، وهو الدين الذي يبقى ويستمر صاحبه عليه بدون مشقة.